السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء أيها الأحباب. باقي لنا فقط 3 أسابيع على انتهاء المنحة التركية، منحة رائعة مهمة يمكن من خلالها لآلاف الشباب أن يبدأوا مسيرتهم نحو المستقبل، سواء كانوا يريدون الدخول إلى البكالوريوس أو يريدون الدخول إلى الماجستير أو يريدون الدخول إلى الدكتوراه. هذه فرصة مهمة. ليش الآن أنا أتكلم فيها؟ لأن باقي لنا فقط 3 أسابيع وتنتهي مسألة التقديم. الأمر الآخر، ليش هذه السنة تحديدا يا شباب؟ طبعا كان السوريين يحق لهم أن يقدموا في هذه المنحة، ولأن السوريين أخذوا منح أخرى فالآن الفرصة كبيرة ومواتية لبقية الدول وخاصة للعراق. أعيد، وخاصة للعراق، فربما يقبل مئات وربما 1000 أو أكثر من العراقيين إذا ما استعجلوا وقدموا. إحنا اليوم نريد نسوي غزوة على الموقع الإلكتروني التابع اللي الآن أنا خليت لك إياه في الرابط في اسم هذا البرنامج، تروح تدخل عليه وتقدم إلى المنحة. أريد أذكرك ببعض الأشياء، لازم تكون طبعا أنت مستوفي الشروط. إذا أنت مو مستوفي هذه الشروط هذا طبعا سببك أنت، والأمر الآخر هو نصيحة للطلاب الموجودين الآن ويسمعونا من الإعدادية وللطلاب الموجودين في يدرسون الآن البكالوريوس في صف أول وثاني وثالث، لازم تكون معدلاتهم أكثر من 75. بالنهاية معظم المنح ما راح تقبل أحد يعني معدل مواصل 75، فلذلك إذا كان معدلك أخويا 75 فمن الممكن أنت تدخل إلى هذه المنحة وتقدم. طبعا أنا ما أريد أشرح لك شلون تقدم والطريقة اللي تقدم بها، لأن من المفترض أنك إذا تجاوزت السادس الإعدادي المفترض أنت امتلكت أدوات البحث وامتلكت القدرة على أن تبحث في جوجل وامتلكت القدرة على أن تعرف الموقع الصحيح من الموقع السقيم من الموقع الحقيقي من الموقع الكاذب، يصير عندك قدرة على معرفة الأشياء الحقيقية والأشياء الوهمية. فلذلك يا أخويا تروح الآن تقدم. أروح أقول لكم بعض شوية التفاصيل، إذا كان عمرك 21 سنة أو أقل أنت بإمكانك أن تقدم إلى منحة البكالوريوس، إذا كان عمرك 30 سنة بإمكانك أن تقدم على منحة الماجستير، ومنحة الماجستير هذه طبعا لازم تعرفون أنتم معدلكم 75 وإذا طبية 90. كذلك ممكن أن تقدم على منحة الدكتوراه إذا كان عمرك 35 سنة فما يعني دون، ويكون أيضا عندك معدل 75. أنت طبعا من خلال الموقع راح تراجع هذا الموقع، ومن أخلص هذه الحلقة أيضا راح أخلي لكم أيضا إن شاء الله الرابط مال الفيديو. هذا الفيديو في شرح حتى باللغة العربية ممكن أن أنت تتابعه. ليش المنحة؟ ليش تركيا، دولة مثل تركيا تريد تسوي هذه المنحة؟ أولا يا أخواني الآن العالم أصبح فعلا قرية صغيرة، لا يمكن لدولة مثل تركيا أو أوروبا، إيطاليا مثلا أو فرنسا في أوروبا، أمريكا وغيرها حتى تقدر ترتفع بالمستويات حتى يقال أنه هذه الجامعات تدخل إلى التصنيف العالمي، لابد أن يكون فيها جنسيات متنوعة، يكون فيها خريجين متنوعين، يكون فيها مهارات عالية، يكون فيها جزء من الامتداد الجيد للجامعات يكون فيها منح. هذه المنح أنك تجذب طلاب من أماكن صعبة حتى يصلوا إلى مسألة التعليم. فلذلك هي تركيا مشكورة لأن قدمت مثل هذه المنح، وفي نفس الوقت هي تستفيد عندما تقدم هذه المنح لكي ترتقي جامعاتها في السلم العالمي. طبعا تركيا فيها جامعات من أفضل الجامعات في العالم، عندها 6 جامعات تعتبر جامعات رائعة ودخلت إلى التنافس العالمي وحصلت على درجات متقدمة جدا، دائما تطلع في 500 الأوائل، عندها 3 جامعات طلعت في 100 الأولى في العالم. فلذلك هذه كيف تجي؟ ما تجي اعتباطا، هذه تجي من خلال كثير من المزايا اللي هي قيمة الخريجين وقيمة المناح والأشياء اللي تخرج بها من بحوث ودخولها إلى السوق وهكذا. لذلك هذا هو السبب اللي خلانا نقول ليش تركيا الآن تقدم المنح. المنح ليست الآن، هذه من 1995 وما فوق كلها ممسوكة بيد تركيا وليست ممسوكة بيد أي جهة. لذلك أنا أقول لكم من الآن، أي واحد يقول لكم ادفعوا فلوس حتى أنتوا تروحون وتأخذون هذه المنحة قولوا له كلامك غير صحيح، لا يوجد أي أموال. شلون إحنا نقدر نأخذ هذه المنحة يا شباب؟ أولا مثل ما قلت لكم إذا أنتوا عندكم
معدل 75 ومتجاوزين لشرط العمر، فاني انصحكم ان تقدمون فورا. وفي بعض الاحيان بعض الطلاب يشكون انه السيستم يعلق والموقع الالكتروني ما ينطينا الخطوه الاخيره، ابقى لح وتابع مع دعم فني. في نفس الموقع اكو استفسار، ادخل وقول لهم اني هذا قدمت وهذا الاستفسار، حتى بالعربي تقدر تكتب انت هذا الاستفسار، وبالتاكيد هم راح يردون عليك. باقي لك 3 اسابيع فقط، روح قدم على المنحه ان شاء الله. يعني من الناس اللي يسمعون هذا الفيديو منهم 10 20 30 40 ان شاء الله ينقبلون في المنحه ويبدون بمسيره وطريق جديد نحو المستقبل. هذه المنحه الحقيقه في غايه الاهميه، وتفتح لنا افق مهم جدا للتعليم والرياده للتعليم. باقي لك فقط 3 اسابيع، ابدا من الان قدم على المنحه، وقدم من خلال الرابط الموجود الان، واي سؤال طبعا راح يعني يجاوبوك عليه في الدعم الفني. وانا راح اخلي في نهايه هاي الحلقه فيديو رابط، اي يعني في رابط لانتقالك الى الفيديو. طبعا هي ايضا كلمه اخرى للشباب اللي هم الان في الاعداديه، اخواننا واخواتنا، وللناس الموجودين في الكليه، ما يصير تنهي اعداديتك وانت ما مطلع معدل 75 باي طريقه من الطرق، ما يصير تنهي كليتك وانت ما مطلع معدل 75، حتى لو ما قدرت في هذه السنه اللي 15 16، هي 16 17، بعد ذلك ممكن ان تجيك منح جديده. فلذلك انت لازم تهيئ نفسك من الآن، والفرص الحقيقة عندما تأتي تحتاج إلى شخص كان قد أعد نفسه لها. هذا أمر. الأمر الآخر، حتى لو ما أتيحت المنحة، حتى لو ما أتيحت المنحة لك، من المفترض أن تبدأ بالنظر إلى مستقبلك. أنا أقول كثير من الشباب يقولون والله إحنا ما عندنا أوراق وإلى الآن ما مخلصيها، وإحنا ما عندنا التوفل وما مسوين الإنجليزي. هذا أنت طبعا تتحمل مسؤوليته، خاصة إخواني وأحبابي من النازحين. لماذا أنتم أضعتم كل هذا الوقت؟ المفترض أنت نازح، الله يسر لك وانطاك شوية وقت، ما عندك أعمال، طيب لماذا لم تذهب لكي تتعلم الإنجليزي؟ مو إلا تروح تدفع فلوس دورات، عندك اليوتيوب، عندك الكتب، عندك الكتب المنهجية، ليش ما تعلمت إلى حد الآن؟ ليش ما سمعت واسترسلت وطورت نفسك حتى تكون عندك طريقة جديدة؟ طبعا احنا ما نريد الآن نذكر أنه الجامعات التركية بدأت تصل للعالمية، هذا الشيء أكيد. حتى الذي لا يوجد عنده منحة من الممكن أن يقدم لها حتى لو بالمال، ثم بعد ذلك يذهب إلى هذه الجامعات باعتبار أصبحت عندها توأمة مع الجامعات الأوروبية، وممكن حتى أن تروح تأخذ كورسات. ومثل ما يدرون الطلاب في عدة جامعات في تركيا، وخاصة الجامعات الموجودة في أنقرة اللي هي من أعظم الجامعات الحقيقة في الشرق الأوسط، هذه الجامعات الحقيقة عندها توأمة مع الجامعات الأوروبية، وممكن تأخذ كورس أنت في أنقرة، ثم بعد ذلك تأخذ كورس في باريس، ثم بعد ذلك تذهب إلى برلين تأخذ كورس آخر، وأنت منتمي إلى نفس الكلية. أنا هذا اللي ردت أقول لكم إياه، انتبهوا يا شباب، انتبهوا إلى موضوع المنحة. هذا هو الموقع الرسمي اللي أنا خليت لكم إياه، أدخلوا عليه ومباشرة روحوا اكتبوا. بقى شيء مهم أريد أقول لكم عليه، شلون يصير التنافس؟ يعني أنا عندي معدل 75 وأنت عندك معدل 75، وأنا عمري أقل من 21 وأنت نفس الشيء، وهكذا، أو للماجستير عمري أقل من 30، أو للدكتوراه عمري أقل من 35. شنو الأشياء اللي تخليني أضيفها إضافات نقاط؟ أكو نقاط مهمة لا تنسوها الله يخليكم. من ضمن ما أنت تجيب المعايير اللي تخليك ترفع، واحدة منها المعدل. يعني كل ما يرتفع المعدل الـ 75 غير أبو الـ 80 غير أبو الـ 85، لكن أكو شيء أحلى اللي هو شهادات خدمة. يعني شنو؟ يعني أنت مثلا عملت عمل تطوعي في مؤسسة معينة، روح عليهم أخويا وخلي يطوق كتاب أنه فلان الفلاني عمل معنا مثلا لمدة 50 60 ساعة، 100 ساعة، لمدة 2 3 شهور معنا عمل طوعي، فلذلك نحن زودناه بهذه الشهادة. مثلا أنت عملت في مؤسسة معينة، عملت في مؤسسة، عملت في تلفزيون، عملت في يعني في مطار، في أي شيء من المؤسسات، سواء كانت في الدولة أو في الأعمال الحرة، روح على هاي المؤسسة المحترمة وخل تعطيك شهادة تأييد وأنه أنت عندك أوبشن جديد، أنه أنت عامل في مؤسسات، أرفق هذا الأوبشن الجديد. عندك شهادات علمية أخرى، مثلا واحد ماخذ يعني دورات علمية في برامج الوورد والأكسل، واحد ماخذ دورات علمية في الصناعة والزراعة والمعادن، واحد ماخذ دورات علمية في الإنترنت، واحد ماخذ دورات علمية في البرمجة والتصميم والإعلام، هذه كلها ارفقها من جديد، وخلي عندك أنت ثقل. هذا الثقل طبعا راح يرفعك
فلذلك أنا أدعوكم، وكثير من الشباب ما ينتبهون لمثل هذا الأمر، يقدمون ويسكتون. لا، أنتوا اقنعوا الشخص أو مجموعة الأشخاص اللي راح يشوفون هذا السي في مالتكم بطريقة أو بأخرى، أنه إحنا راح نكون جيدين، والدليل على ذلك أنه إحنا عندنا مجموعة من الأشياء والمستندات اللي راح تخلينا نرعى حقوق هذه الجامعات. أنا أقول لكم من جديد أيها الأحباب، العراقيين مطلوبين في هذه المنحة تحديدا، والسبب في ذلك كان الأكثر الحاجة لهذه المنحة هم السوريين، وبالفعل السوريين عندهم أزمة كبيرة، لكن السوريين تم إعطائهم منح تختلف عن هذه المنح. الآن لا يحق لأي سوري أن يقدم على هذه المنحة اللي أنا قايل لكم إياها وراح تنتهي بعد 3 أسابيع. الآن إذا لا يحق لأي سوري التقديم لهذه المنحة لأنه عندهم منح أخرى، راح يصير الطريق مفتوح لمن؟ بالدرجة الأساس راح يصير الطريق مفتوح إلى العراقيين، وبدرجة أقل للفلسطينيين، وبدرجة أقل يمكن للأفغان، وبدرجة وهكذا. فلذلك ما ممكن أنت تضيع هذه الفرصة وما تروح إلى المسألة التنافسية وتنافس الموجودين. من الممكن أن يعني يصل العراقيين إلى ربع هذه المنحة وغيرها. فأنا أدعوك إلى أن تسوي يعني اليوم الكل اللي عنده هذه القدرة. طبعا الفروع الطبية ما يتطبق معها مسألة 75، أقل شيء بالفرع الطبي لازم يكون عنده 90، إذا كان عنده 90. طبعا هذه المنحة ما لها علاقة لا برجل ولا بامرأة، ليس لها علاقة بسني ولا بشيعي، ما لها علاقة بعراقي ولا أفغاني، ما لها علاقة بكردي ولا تركماني ولا عربي. هذه مفتوحة عامة، وينطوق عليها معيار واحد فقط، هو معيار علمي، معيار علمي فقط، لا يتدخل بها أي شيء، بل بالعكس حتى المعايير يمكن أكثر من 90% هي برمجية كمبيوترية. يبقى بعدين بس التفاضل بين الناس المتشابهين في المعيار الكمبيوتري، فيقومون يشوفون مسألة التخصص ومسألة الشهادات اللي جايبها هذا الإنسان وهكذا، بحيث وتكون لجنة، يعني ما حد يعرف من هو اللي راح يقرر على هذا الشخص أو غيره. هناك لجنة قرارها يعني يصير توافقي في صعود هذا. بعد ذلك طبعا راح تصير غربلة، هذا أيضا مهم بالنسبة لكم، راح ينقبلون مثلا الأسماء، يجون هذول الأسماء خلينا نقول 6000 واحد، يسووا لهم اختبارات. قطعا وراء الاختبارات راح يطلع واحد كذا قال عندي كذا وما عنده، راح يطلع واحد ما محضر أوراقه، فتنزل حتى اللي ما راح ينجحون بالمرحلة الأولى يمكن 1000 واحد راح ينشال، وتيجي أيضا نسبة جديدة. أنا أتوقع يمكن من كل يعني 8 أو 9 راح يقدمون راح ينقبل واحد. هذه حرامات إحنا نضيع هذا الموضوع. لذلك إخواني أنا أنصحكم مباشرة بأن تذهبوا إلى العنوان الموجود على الصفحة وتقدموا إلى هذه المنحة التركية. أنا ليش أقول لكم هذا الموضوع؟ لأن فيها فرصة، وأتمنى أنه كل واحد تصير عنده فرصة. إحنا نحرص جميعا أي أخ من الناس اللي يتابعون الآن يكون عنده فرصة حول جوارينا في منطقته في بلده، ويعتقد أنه أخوته وجيرانه وأهله ممكن أن يستفيدوا من هذه الفرصة، فليبادر فورا لأن يعطيها ولا يقلل من شأنها. أنا هذا كله لمصلحتكم إن شاء الله يا ربي، من الناس اللي سمعوا هذا الكلام يكون عندنا بحدود يعني 10-20 يعني ينقبلون في هذه المنحة، وإن شاء الله أكثر. لا يعني تضيعون هذه الفرصة. وكذلك أنصحكم لإخواني النازحين ولإخواني الطلاب الإعدادية ولإخواني الآن في الكليات، رجاء لا تضيعون الفرص، لا تسكنون في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تنخدعون في مسألة السياسة والطائفية وهاي الدوخة. فوتوا على العلوم، فوتوا على المستقبل، اعرفوا شنو موجود بالسوق، اعرفوا شنو موجود يحتاج المستقبل إلى أناس أذكياء، وليس إلى أناس متبلدين يسمعون ما يقول له غيرهم، يكونون ورقة في مهب الريح. هل ستكون أنت ورقة في مهب الريح؟ هل ستكون خط في خطة الآخرين؟ لا يمكن أن تكون هكذا. ابدأ من الآن يا أخي، ابدأ من الآن. لا يمكن أن يفتح لك باب المستقبل من غير أن تبدأ من الآن وتكون الأساسيات. لازم تكون الأساسيات. طبعا الذهاب إلى تركيا في مزايا كثيرة، وجزء منها هذه الجامعات راح تعلمك سنة كاملة لغة تركية، راح تعلمك أيضا اللغة الإنجليزية وتجودها لك حتى لو كان عندك أنت توفل وغيرس، راح أيضا في نفس الوقت تدعم من شخصيتك ومعرفتك للطريقة اللي تتعامل فيها الجامعات الراقية، كيف تتعامل مع طلابها. الحقيقة مزايا كثيرة لازم أنت تبدأ وتبذل فيها يعني قصارى جهدك.
فأنا هذا اللي يعني أريد أقوله. بالنسبة لي إخواني وأهلي من النازحين قدموا على هذه المسألة، وحتى إذا ما كان عندك أوراقك كاملة، وحتى إذا ما كان أنت عندك القدرة على أن يعني تذهب أو كذا، حاول تطور نفسك يا أخي. أنا دا أشوف تقصير حقيقي، تقصير حقيقي في جانب زيادة العلوم وفي جانب التعليم وفي جانب الرسائل الجيدة للماجستير والدكتوراه. صاير عندنا تخمة في هذه الرسائل بالعراق، والمخرجات عندنا كوارث، المخرجات ضعيفين. لم تعد كلمة دكتور وعند ماجستير بالعراق ترى تعني يعني الكثير، لأن الخريجين مع الأسف الشديد إلى الحد اللي هو مهندس ويطلع الحصيلة مالته والبيانات في الرياضيات والمصفوفات والرسم البياني يروح يطلعها بالفوتوشوب، وهذه الحقيقة كارثة من الكوارث العلمية، ودا يدرون بها الأساتذة ودا أسمع بها زين، وفي نفس الوقت يمشون من أجل الأرقام. يعني ليش من أجل الأرقام؟ وإلا المفروض أنا لو هسه مسؤول أوقف الماجستير والدكتوراه 3 سنين بالعراق فورا، لكن من أجل أنه يحصلون على أموال ويقول لك هذا والله أشرف على 20 رسالة من الدكتوراه، على 100 رسالة من الماجستير، ويأخذ على كل رسالة مدري كم مليون، فهذا طبعا الزيادة من غير فائدة، أي فائدة حقيقة فيها لمنظومة التعليم في العراق. لازم تركضون ركض على مود تطورون نفسكم. اللغة الثانية لازم تكون عندكم بعد، خاصة للصغار، إذا الكبار راحت عليهم الصغار ليش تروح عليهم؟ اللغات ترى تتعلموها مو من الكتاب فقط، تتعلموها من النغم، هذه يمكن في يوم من الأيام إن شاء الله نشرح عليه. موسيقى اللغات أهم من قواعد اللغات، حتى تصير عندك موسيقى للغة وتفهمها، مثل ما أنت طفل تعلمت اللغة من أبوك وأمك، لازم تسمع كثير حتى تصير عندك هذه اللغة. إن شاء الله في يوم من الأيام إحنا نتكلم عن هذا الموضوع. الآن أنا يعني أعتذر، أخذت وقت كثير، أكثر من ربع ساعة فقط دا أتكلم عن هذه المنحة. من راح يخلص هذا الفيديو إن شاء الله راح أخلي لكم يا شباب رابط الفيديو المسؤول أو اللي يشرح طريقة التقديم. ما أريد أشرح لكم شلون أقدم وشنو أسوي، عيب أنت خلصت الإعدادية وما تعرف إلى الآن شلون تبحث عن المعلومة. طبعا انتهى الزمن اللي واحد ينطيك المعلومة باليد اليمنى ويقول لك بعد شهر تعال رجع لي إياها باليد اليسرى عندك امتحان. ما يصير أنا أجي أنطيك معلومة أقول لك هكذا وهكذا وهكذا تفعل حتى تقدم، عيب. هذا المفترض أنت بيك يعني خلصت إعدادية، تمكنت من أدوات البحث، تروح وتبحث وتصير رصين وتقدم بطريقة صحيحة، وإذا كان عندك مشكلة تروح تسأل الناس في الدعم الفني أو تسأل أصدقائك اللي يعرفون، لكن لا تخلي الآخرين يأكلوك اللقمة، لا تخليهم يأخذون إيدك ويعبروك الشارع، هذا ما يصير. أنت لازم تمتلك أدوات البحث من الآن. أنا أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.